للمزيد تنضم إلينا من الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي. نطلع منك على أبرز هذه الملفات وما يمكن أن ترشح عنها هذه الزيارة لرئيسة الوزراء الإيطالية إلى الجزائر. كارولينا، نعم، والتي حطت منذ قليل فقط رئيسة الحكومة الإيطالية هنا بالجزائر، كان في استقبالها نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، سيستقبلها غدا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يعني كان هنالك وفد رفيع المستوى معها من بينه شركة إيني كبيرة المحروقات في إيطاليا. إذا ما عدنا إلى أزمة الطاقة كارولينا، فإن الجزائر كانت في فترة السبعينات تصدر يعني ولها طاقة أكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز. حسب متابعين ومختصين اقتصاديين فإنه عدم الاكتشافات التي تتطلب اموالا وايضا الابار القديمه التي كانت يعني هي من تضخ هذه الطاقه من الغاز وايضا الاستهلاك الداخلي هو من قلص كل هذه العوامل، قلصت في الانتاج الجزائري الى 56 مليار متر مكعب. اليوم الجزائر تطمح الى العوده الى ما كانت عليه في السابق بتصدير اكثر من 100 مليار متر مكعب، ولكن تعول على الاستكشافات مع قانون الاستثمار الجديد. هذا ما تلعب عليه ايطاليا بدخولها اليوم الى السوق الجزائريه سوق النفط بسلسله الاستكشافات، بدخول شركه ايني بقوه هنا إلى الجزائر، وأيضا بالاطمئنان على ما تم توقيعه من قبل يعني من كان في السابق رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي عندما وقع منذ أشهر قليلة على اتفاقية توريد الجزائر ل 9 مليار متر مكعب زائد ال 25 مليار متر مكعب التي كانت تقدمها الجزائر، والتي بذلك ترتفع إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز تقدمها الجزائر إلى إيطاليا. الجزائر التي اختارت إيطاليا أن تكون منصتها نحو أوروبا، وإيطاليا التي تعول أيضا على الأنبوب وتريد أن تدخل بشراكة وبقوة إلى الأنبوب الجنوبي ما بين نيجيريا النيجر والجزائر، يعني الغاز الإفريقي الذي سيحول إلى الجزائر والذي سيكون منصة من إفريقيا للجزائر نحو البحر الأبيض المتوسط الضفة الأخرى وهي أوروبا، وهذا عن طريق إيطاليا أيضا. إذا رئيسة الحكومة الإيطالية جاءت اليوم لتطمئن على كل الاتفاقيات التي كانت لمن سبقها وأيضا لتفتك اتفاقيات أخرى تخص الطاقة وربما الأنابيب الجديدة التي ستكون من الجزائر عبر البحر إلى إيطاليا مباشرة. إذا كما قلت كارولينا، أهم الملفات التي سيتم دراستها هي الاطمئنان على الاتفاقيات السابقة وربما افتكاك اتفاقيات جديدة فيما يخص الغاز. كارولينا، شكرا جزيلا لك على المتابعة من الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي.